يقول سبحانه وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق. من هو الله؟ ذلكم الذي يرزقكم، ذلكم الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، ذلكم الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله الذي يدبر الأمر، هو الحق، يعني هو الحقيق بأن يعبد. ولذلك كان معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، وإلا المعبودات كثيرة. فيخطئ من يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا يكذبه الواقع. كيف لا معبود إلا الله؟ معبودات كثيرة جدا، لكن كلها باطلة، كلها باطلة. ولذلك لابد أن تقيد، تقول لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وإذا قال هنا سبحانه وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق، أي الذي له هذا الذي مضى، ثم قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا سؤال نفي وتقرير، ولا يستطيع أن يقول غير ذلك، أنه بعد الحق الضلال، ما في قسم ثالث في العقيدة، لا يوجد قسم ثالث في الشريعة، يوجد لكن في العقيدة لا يوجد. في العقيدة إما ضلال وإما هدى، ما في طريق ثالث، لكن في الشريعة يوجد: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أمور الشريعة، أمور التشريع تختلف، يحل ويحرم، لكن العقائد واحدة لا تتغير لا تتبدل، وكل عقائد الأنبياء واحدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وشرائعهم شتى. فإذا قال هنا، قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما في طريق ثالث، إما الحق وإما الضلال، من لم يعبد الحق عبد الباطل، والحق هو الله، والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فماذا بعد الحق، أي ماذا بعد الله إلا الضلال، ماذا أن يتبع الحق أو يتبع الضلال، ما في ثالث، ما في ثالث، ما في وسط أبدا. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بس إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ما في طريق ثالث أبدا. فمن لم يعبد الحق عبد الباطل، لا شك في هذا، بغض النظر ما هو الباطل الذي عبده، كما ذكرنا من أنواع الآلهة التي تعبد، سواء عبدت برضاها أو بغير رضاها، عبد عيسى عليه الصلاة والسلام، عبد محمد صلى الله عليه وسلم، عبد جبريل، عبدت الملائكة، عبد الصالحون، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء رجال صالحون. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، اتخذوهم إلهين، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وعبدوا المسيح من دون الله تبارك وتعالى. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ثم قال: فأنى تصرفون، كيف تنصرفون عن الحق إلى الباطل، ما في عندكم عقول، أما لكم عقول، أما تفهمون، كيف تصرفون عن الحق، الحق واضح أبلج والباطل لجلج أسود. ولذا قال الله تبارك: كيف تصرفون. وهذا السؤال سؤال تقريري واستنكاري من الله تبارك، أنكم تصرفون عن الحق، فكيف لكم ذلك، وتصرفون عن الحق إذا تتجهون إلى الباطل.